هي الجولة الثالثة، لكن كثيرين يعتقدون أنها الأهم. نقصد الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، والذي سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ومن المقرر أن يناقش قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة. نعم، هذه الجولة هي الأهم، لأنها تنطلق في أجواء تشهد المنطقة استقطاباً حاداً بين محورين. ويبدو أن قدر العراق أن يكون مجالاً للمناورة والضغط لهذا الطرف أو ذاك. فضلاً عن ذلك، هناك من يربط بين بدء الحوار العراقي الأمريكي وقرب انطلاق الحوار الأمريكي الإيراني. ورغم استقلال كل ملف عن الآخر، إلا أن وضع العراق الاستثنائي يوحي بوجود خيوط ربط من نوع ما بين الملفين. عملياً، من المفترض أن يناقش الحوار بقاء أو انسحاب ما تبقى من قوات أمريكية في العراق، وذلك بعد سحب 2500 عنصر ومستشار بعد الجولتين السابقتين. هنا علينا قراءة الموقف جيداً. فقسم من القوى الشيعية السياسية وفصائل المقاومة تطالب حكومة السيد مصطفى الكاظمي بالعمل على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بسحب كافة القوات الأجنبية من العراق. ولهذا أصدرت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية اليوم بياناً توقعت فيه ألا تتضمن الجولة الجديدة من المفاوضات تنفيذ قرار إخراج القوات في وقت لوحت بإنهاء الهدنة في حال لم يحدد الحوار موعداً للانسحاب. هنا قد يفهم البيان بوصفه أداة ضغط على المحاورين العراقيين للعمل على مناقشة جدولة سحب القوات. وبالمقابل، ثمة من يرى أن لا مصلحة للعراق في هذا، طالما العراق بحاجة لجهود قوات التحالف لوجستياً واستخبارياً للقضاء على خطر تنظيم داعش. كيف سينتهي الحوار وماذا سينتج من معادلات؟ وكيف سيؤثر في وضع العراق سياسياً وأمنياً؟ هذا ما سيعرف لاحقاً، نحن بالانتظار.